السلام عليكم، تحياتي للجميع لي فانز ديالنا اليوتيوب. كنقول لكم مساء الخير. اليوم جينا في واحد الموضوع بعيد على الطياب كل البعد وبعيد على الكوزينه كل البعد، اللي هو موضوع ديال الماسك ديال فيروس كورونا، اللي كيقول لك يعني كيمنع باش ما يدخلكش الفيروس والروينه. وهذا دابا بغيت زين نعرف دخلت عليكم بوجه الله، نلقى الكاميرا الا كتقلب ما تقلبش اسيدي. دابا دخلت عليكم بوجه الله، دابا هذا شنو غادي يمنع؟ دابا هذه شركه نزله لي زاباري ديالها، انا نوريهم لكم في الزناقي في كل بلاصه نزله لي زاباري ديالها، كتبيع هاد الماسكات بجوج الاورو الواحد. واذا شركه اذا راه الدوله اذا معايير طبيه كبيره. انا هنا دو اورو ماسك هالشركة على العالم الرياضي. الماسك بجوج الاورو، ولكن دخلت عليكم بوجه الله واش هذا الماسك هذا فيه شي حاجة، فيه شي حاجة طبية ولا شي حاجة اللي غتوقيك من المرضى؟ وبنادم لو وقف قدامك فيه الريحة غتشمو ديريك، غتشمو في بلاصة. اصلا الماسك فيه واحد الريحة عرفتي ولا اللي كتشمى لي بومو ديالك كيبداو يرجعوا. دابا هذا ماسك دخلت عليكم بوجه الله، انا ما فهمتش واش هادو كيضحكوا علينا ولا كيضحكوا على راسهم ولا شنو. كيتجبد اسيدي واحد الريحه، اقسم بالله وتشمى واحد الريحه، ريحه الفروماج خاسر جوج الاورو. ما فهمتش انا والله، ما فهمت واش هاد الناس هادو كيضحكوا علينا. واش هاد كورونا ولا كورونا؟ واش تبقاو تضربوا معنا في الصح؟ الله يرضى عليكم. واش كورونا ولا غير كورونا؟ هذا الشيء اللي بان لي راه كورونا. تقولوا لنا لا هادي ولا هادي الماسك، والو الماسك صاحبي، الماسك صاحبي راه عرفتي ولا كيدخل كل شيء، واصلا الريحه ديالو كتقلب. شي ماسك تعاود راهم كيتباعوا مصيبه. المهم ديك الشيء ما نشقاش نحكي لكم، احنا ما فهمناش هادشي هذا. واش كتابه قريبه تطلع ولا هادشي غيطول؟ تمرتنا جلس في الدار كورونا، شحال هادي يقول جلس في الدار تقول له علاش؟ دابا جلس في الدار كورونا، ما تخرجش في الصباح كورونا، ما تدخلش للمكازا خصك تدي الماسك كورونا، تفدو كورونا، اي حاجه كورونا. دابا لقاو السبه منين يدخلوا لك كورونا وتكرفصوا علينا. دابا مصيبه، هادي مصيبه. الناس جالسه، الناس غارقه في الديونات، غارقه في الكريديات، غارقه في المصاريف، غارقه في الزبل، وهما جالسين علينا كورونا. ما فهمتش انا هاد كورونا كتقتل بنادم اللي كبير، بنادم ما عرفتش انا والله ما نعرف. كورونا العالم داير الماسكات. واش هذا دابا دخلت عليكم بوجه الله، واش هذا ماسك الثوب ديال المندوله؟ واش هذا ماسك؟ ضربوا معنا في الصح شي شويش. كاينه كورونا ولكن عطونا شي حاجه مهوطه. عطونا ماسك ديال خلتيونا في الموديل العسكر والروينه. هذا الماسك هذا انا كنقول لك هذا الا كان بنادم قدامك خانز غتشم ريحته. اذن كمل من راسك، والله ما نعرف، يعلم الله. المهم انا اللي كنعرف هو السبب القوي باش يقدروا يديروا بينا اي حاجه، ونقولوا هذا المرض هذا كاين. وانا كنقول كاين وكيادي واحد الفئه اللي فئه مستهدفه، فئه اللي تصنع لها هذا المرض هذا. الله يبعدوا علينا وما نكونوش احنا مستهدفين من بعد هذا الفيديو هذا. يعني فئه مستهدفه كيمشي لها هذا الشيء هذا، واللي عندهم بها الغرض. ما نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شحال هذه ما كانوش لاقيين لنا الطريق، دابا داروا كورونا يقدروا يخليو ويضربوا عشتنا غير بكورونا. وشكون هي هذه كورونا؟ ما نعرف. كما قال لهم السعودي عطوني نمرته، بغيت عارف معايا يتحبسوا دريه. قالوا لهم شكون كورونا؟ قال لهم بغيت نمرت على اخت ليلى اللي كانت في المغرب اللي كانوا خاطفينها. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم انا الفيديو هذا سمحوا لنا عليه شويه بس لشي شويش، ولكن هذا الشيء راه ماشي ديال اللعب، هذا الشيء ماشي ديال اللعب. تحياتي وصحة سعيدة، والسلام عليكم.